حاولك الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أول العام، وجاء عليه رمضان هذا ما صام، يعني وش حكمه؟ مختل العقل. هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن. نعم. ولكن بعد تعافى تعافى، لكن ما قضى. ما قضى. ما قضى. اي ولكن صام جاء له رمضان هذا ما قضى، وسمعت هالايام انه يسعى لي. السؤال الان رمضان هذا العام قضى صام ولا صام؟ الحمد لله. اما اللي قبل العام فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفاره ولا شيء. ولا شيء.